دخلت الهاكر معايا ودخل على الجهاز البيومتري وغير كل ما موجود به خلال 4 دقائق وكم ثانية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أجريت الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق وشهدت مقاطعة عراقية تجاوزت نسبتها 85% ممن يحق لهم الانتخاب من العراقيين. وكالعادة في ظل حكومة الاحتلال الفاسدة، شهدت هذه الانتخابات عمليات تزوير وتلاعب بالنتائج بشكل مفضوح، حيث أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أن نسبة المشاركة تخطت 40%، في حين أكدت بعثتا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن هذه الانتخابات شهدت عزوفا شعبيا كبيرا عن المشاركة، بل وصفت الأمم المتحدة نسبة المشاركة بأنها مخيبة للآمال. كما أكدت وكالة رويترز أن هذه الانتخابات شهدت أقل نسبة مشاركة منذ احتلال العراق في عام 2003، وهو ما يؤكد أن هذه الأرقام المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات ما هي إلا لعبة جديدة تمارسها حكومات الاحتلال للكذب على المجتمعين العراقي والدولي أن لهم قاعدة شعبية، في حين أن الحقيقة تقول إن هؤلاء مفلسون جماهيريا. مشاهدينا الكرام، نطرح مجموعة من التساؤلات في حلقتنا لهذا الأسبوع. بعد أن أثبت العراقيون مقاطعتهم للانتخابات، هل وصلت رسالة الشعب العراقي للأحزاب الفاسدة وداعميهم الدوليين؟ كذلك ضمن الأسئلة، في ظل التهديدات التي تتعرض لها مفوضية الانتخابات لتغيير نتائج الانتخابات المزورة أصلا، هل فهم المنتخبون أنه لا حل إلا بالخلاص من هؤلاء الفاسدين عبر ثورة؟ وأيضا، كيف برأيكم سيكون شكل المرحلة القادمة في العراق في ظل هذه الصراعات والتجاذبات ما بين المشاركين في الانتخابات من الأحزاب والشخصيات وتهديدات مستمرة من قبل الميليشيات بالنزول إلى الشوارع والضغط على مفوضية الانتخابات لتغيير النتائج، وهو ما قالته بعد ذلك وأكدت أن هذه النتائج قابلة للتغيير؟ وبالتالي كيف تتوقعون شكل المرحلة القادمة في العراق سيكون في ظل هذه المعطيات؟ نقرأ بعض الأخبار لحضراتكم التي وردت خلال هذه الأيام منذ أن جرت الانتخابات لغاية هذه اللحظة. طبعا رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية مصطفى الكاظمي حذر مما أسماه بمحاولات الخروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا. دعا الكاظمي الجهات التي تريد الطعن في الانتخابات أن تتبع السياقات والأطر القانونية المعتمدة، وطالب مفوضية الانتخابات والسلطة القضائية بإحقاق حقوق الجميع وبشكل متساو على حد قوله. طبعا أنتم استمعتم إلى حديث إياد علاوي، أحد أعمدة حكومات الاحتلال، وأول حكومة بعد الاحتلال جاءت كانت برئاسته، وأيضا من المشاركين المستمرين في العملية الانتخابية. استمعتم إلى حديثه بخصوص مصطفى الكاظمي وكيف أنه قام بتغيير نتائج الانتخابات في عام 2018، وهو ما يؤكد أن حتى مصطفى الكاظمي الذي يتحدث عن السياقات القانونية هو بحد ذاته أحد المزورين للحقائق وأحد المشاركين في تزييف الحقائق في عام 2018. طبعا أيضا عضو الكتلة الصدرية علي الساعدي دعا القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات إلى اتباع الأطر القانونية والقضائية وليس التهديد بالفوضى. وقال الساعدي إن هناك بعض الجهات تسعى لاستغلال الشارع من خلال لغة التصعيد والدعوة إلى إجراءات غير قانونية، وأضاف أن العراق يمر بظروف صعبة جدا صحيا واقتصاديا وأمنيا وسياسيا. يتحدثون عن الأطر القانونية ويتحدثون عن بأن هذه الإجراءات التي تتبعها الميليشيات إجراءات غير قانونية، ويتناسون أن الكتلة الصدرية لديها ذراع مسلح وهو ميليشيا سرايا السلام وجيش المهدي، وانضوت ضمنهم كثير من هذه الميليشيات أو خرجت من تحت عباءتهم كثير من هذه الميليشيات التي تهدد اليوم بالفوضى بالعراق. يتحدثون وكأنهم هم المنزلون وكأنهم هم الملائكة، ويتناسون حقيقة أنهم أساس الفوضى في العراق. كيف تتابعون مشاهدينا الكرام هذه التصريحات من هؤلاء؟ هل تعتقدون أن هذه الانتخابات أنصفت من قام بالمشاركة من المخدوعين من العراقيين؟
هل تعتقدون بأن الانتخابات بحد ذاتها إن كانت هذه أو غيرها يمكن لها أن تغير حقيقة الأمور في العراق وحقيقة تقسيم الأدوار وحقيقة التأثيرات الدولية على العملية السياسية في العراق في ظل وجود هذه الشخصيات والأحزاب وحكومات الاحتلال المتعاقبة التي اتسمت بسمة الفساد وسمة التزوير والتحريف، والتي كما رأينا اليوم عندما لم تأتي الرياح بما تشتهيه سفن هذه الميليشيات صعدوا وهددوا بالسلاح، وبدأت مفوضية الانتخابات ترضخ بالفعل وبدأت تعطي مقاعد زيادة لتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وبدأت تعطي لدولة القانون وغيرها من هذه الأحزاب والكتل التي يعني تم فضحها بشكل كبير في هذه الانتخابات عندما قاطع الشعب العراقي هذه العملية الانتخابية الغير مقنعة أصلا للعراقيين في ظل وجود نفس الشخصيات المشاركة. ضمن التهديدات قال المتحدث باسم ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري، قال إن رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي هو عراب تزوير الانتخابات، وأشار العسكري إلى أن رئيس الوزراء تجرأ مع بعض أتباعه من أفراد جهاز المخابرات على تغيير النتائج على حد تعبيره، وأيضا هددوا طبعا بالتصعيد والتحشيد للمحافظة على مكتسباتهم. هذه هي الميليشيات في العراق، وهذا هو الدور الذي تريده بالفعل، ولا تريد أن تخسر السلطة لأي سبب كان. إذن من كان يعتقد أن هذه الانتخابات تمت بطريقة سلمية وبإشراف دولي، نتساءل نحن ماذا إذن عن هذه المشاهد التي نراها، ماذا إذن عن هذه الضغوط التي تحصل اليوم في العراق والتي تغير من حقيقة الأمور والأشياء والتي تغير من حقيقة نتائج الانتخابات، وبالتالي يذهب صوت المواطن العراقي إلى من لا يستحق، وهو ما رفضه العراقيون منذ البداية ولذلك قاطعوا. نطرح هذه التساؤلات، بإمكان حضراتكم أن تشاركوا مشاهدينا الكرام للإجابة عليها. أيضا نكمل بالحديث في أخبارنا، هناك الإطار التنسيقي الذي يضم عددا من قادة الكتل والأجنحة السياسية الحليفة لإيران حذر طبعا أبرزهم نوري المالكي وهادي العامري قيس الخزعلي فالح الفياض، حذروا من مخاطر تهدد السلم الأهلي ما لم يتم تدارك نتائج الانتخابات. يعني الموضوع يريدون إدخال العراق في نفق مظلم ويعيدوه إلى الصراعات الطائفية ويعيدوه إلى الاقتتالات الداخلية في سبيل تحقيق غاياتهم. هل هؤلاء هم الذين يتحدثون عن إعمار البلد والوطنية، وهؤلاء الذين يتحدثون عن عراق مستقل يريدون إشعاله في حال لم يحصلوا على المناصب؟ إذن كم ستفيدهم هذه المناصب وكم ستدر عليهم من امتيازات وأموال وصفقات وغيرها؟ معنا السيد أبو علي من بابل، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويا بلا أمر عليك، ولو احنا نعتذر ما عندك من المشاهدين الطيبين عند المشاهدين عندك. تفضل. عزيز احنا عندنا مناشد على قناتكم حرة لمرتب الرافدين. الله يسلمك، تفضل. أخي هاي الوادي هسه عندنا هنا أصدقاء إذا هو تعرف بالجيش والشرطة، هاي الوادي صار لها 20 يوم. على منشورة الانتخابات، هسه الانتخابات انتم تقولون مو نزيهة وما عرفت شلون وتنزيهة، هاي الوعد القطيع يعني بالكث قلنا الله وبلكم يعني تشوفون هاي الناس يشوفون بالكث يعني يشوفون تيجر عاد صارت يعني الانترنت البيس ناس مشتعل، ناس نايمة بالتربان، ناس نايمة يعني وضعيتها تعبانة، يعني 20 يوم قطيع هذا الجندي ما يصير هيك. انا طالب من الله وبلكم بالكث تقول يا هاي الناس الفقراء جزاكم الله خير الجزاء. سيد أبو علي، يعني إحنا دائما إن شاء الله نكون صوتكم أو الوسيلة اللي تعبرون بها عن أصواتكم ونوصلها إن شاء الله لمن يهمه الأمر، لكن أنا أريد أخذ منك تعليق على الانتخابات اليوم بالعراق، شلون شفتها، وهل تعتقد بأنه هاي الانتخابات نزيهة في ظل التهديدات الميليشياوية على مفوضية الانتخابات، تغيير النتائج، تزويرها، الناس ما شاركت ويقولون اكو 40% 9 ملايين عراقي شاركوا، في حين انه العالم كله يجمع ان هاي النسب نسب غير حقيقيه، شلون شفت الانتخابات اللي جرت؟ والله يا اخوي انا عشان اسولف على رايي ما اعرف رايك رأي. طبعا انا بالنسبه لي والله ما انتخب، شو لك اسوي؟
شلون شلون يا شلون يا ابو علي؟ والله اقول لك انا بالنسبه لي يعني كرأي انا ما راح والله لا انتخبت ولا وصلت بعد ما مدى اسمع يا جماعه بس لحظه بس لحظه يا ابو علي لو سمحت عيد عيد لو سمحت لي مدى اسمعك اقول لك والله انا بالنسبه لي يعني كرأي انا ما راح انتخبت ولا وصلت اي هو انا ماشي انت حضرتك ما انتخبت لكن انا سؤالي انت شلون شفت هاي الانتخابات هل تعتقد بانه كانت انتخابات نزيهه فعلا والله يا اخوي هي شعب جهس الواد تايه شغلتها ما حد يعرف راسها من رجليها والله نقول عسى ان نصير نزيهه تعتقد انه ممكن يتم اجراء انتخابات نزيهه وكوميليشيات عندنا بالعراق والله يا اخوي الحكي لا ميليشيات ولا بطيخ الحكي كله يم امريكا و وإسرائيل وإيران وإيران والسعودية وكل البلدان متابرة على هذا الشعب الفقير طيب شكرا يا أبو علي من بابل طبعا دائما مشاهدينا الكرام خلينا نكون بس واضحين لا يوجد دور عربي في العراق هاي النقطة يجب أن يفهمها العراقيون لا يوجد دور عربي متدخل في الشأن السياسي في العراق التأثيرات والضغوط والتحريكات تأتي من إيران أولا والولايات المتحدة بالطبع هي موجودة في العراق وهي أساس كل هذا الخراب لكن دور عربي يعني انظروا إلى كافة جوانب الحياة الموجودة في العراق القطاعات الحكومية الأمنية الاقتصادية العسكرية الصحية وغيرها هل وجدتم دورا عربيا يغير من الوضع في العراق؟ مستحيل ولا يوجد أصلا لكل من يبحث ائتوا بدلائل عن هذا الكلام لكن بالنسبة للدور الإيراني بالطبع والعراقيون جميعا يعلمون محمود من الموصل تفضل يا محمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أستاذ مستمرة تخاف واحد يقول لك ما أشر 10% أو 10% والله أنت خافت أبطيح الله ورانا أيضا ايران من البر حفظت نفسها على الحرب كان هي جيش جيش حتضرب والله ايران اذا ما عندها 100,000 مقاتل برا هي حتى على القتال عندنا سالتون والله ما صارت حاجه وما حد انتخب يقول لك 40% والله دحين امام الله انا اعرف وهذول اسقطوا بالانتخابات الكتل الشيعيه الصدع العفو المالكي وفريق الخزعلي والسياف هذول حطوا على الحرب حتى قالوا يلتحقون بالجايز المجازين خلوا يلتحقون الصدر اول المرحله ما حد مثل سوالف سوالف اليوم صار الحكي ايه طيب مثل عندك يا علاوي ما صرت وقعد على الكرسي قالوا ترى صبح مرات الكرسي معتبر نفسك ما من جد حقوق التحم وهو طلع انتخابات مريع ايران مفاطره مكتوب القران ومنزل القران طيب لا ياخذونها بقوه هم لا شكرا شكرا يا سيد محمود وصلت فكرتك اشكر حضرتك ابو علي من الناصريه تفضل الله يسعدك ويا مشتاقين شلونك شلونك حياك الله اهلا وسهلا شلونك الحمد لله الله يحفظك الله يخليكم الله يوفقك جزاك الله خير الله يبارك بيك خويا خلنا حاجة بحكاية يعني العراق ما مسنود العراق العراق تاي عرفيت مؤامرة من امريكا من اسرائيل يعني هسه مثلا اذا واحد يشيل سلاح عليكم اذا يشيل سلاح عليهم يقولوا هذا الهادي يعني هم رهابيه يعني هاي الناس هاي من ما يعني من ما تقصد من ما الميليشيات انا هسه طالع مظاهرات كم مره الله وكيلك يعني أي. يعني ذولا مو عراقيين خويا ذولا يشيلون الموازنه يطوها لايران الله وكيلك يعني سيد أبو علي قبل الانتخابات قبل الانتخابات نفسهم ذول الميليشيات اللي شكلوا تحالفات سياسية قالوا بأنه هاي الانتخابات ستكون غير كل الانتخابات السابقة حتكون نزيهة بإشراف أممي ما بها تزوير من هالكلام رغم أنه هي بها تزوير فعلا لكن هم اليوم دي يعترضون يقولون لا هذه الانتخابات مزورة ملعوب بالنتائج كذا
ذولا لي وين يريدون يوصلون الناس اذا ما يعترفون؟ شوف نعم الله وكيلك، الله وكيلك ابو جاسم، نفسيتهم هم، نفسيتهم هم مسعودين من نيران ومن الدول، احنا ما مسعودين. هسه هم تدشني هم يعتون على النظام، هم يعتون على النظام، هم انقص من النظام. عم ذاك اشوف ذاك سواء احترام او صدام حسين، سواء احترام يعني الدول تهابنا عربيت دولة مو على يعني هسه من ناحية على قالوا بحثي هذا مو بحثي عربيت يعني دولة مو على يعني كان هو شوف يعني انا اقول يعني السيد الرئيس على راسي. سيد ابو علي، سيد ابو علي بس خلينا هسه بالواقع الحالي، لجنة المفوضية الانتخابات دا ترضخ لهذه التهديدات، بدأت بالفعل بتغيير نتائج الانتخابات وبدأت بإعطاء مقاعد جديدة لتحالف الفتح بزعامة هادي العامري اللي يضم الميليشيات، دولة القانون، غيرها من هذه الأحزاب والكتل. إذا كانت مفوضية الانتخابات أولا زورت الحقيقة، حقيقة النتائج، ثانيا رضخت للضغوط وبدأت بتغيير النتائج، شلون يضمن المواطن العراقي صوته باكر عقبه اذا يريد يشارك او شارك هسه بالانتخابات، يضمن انه صوته راح للمكان اللي هو يريده في ظل هذا التلاعب؟ ولذلك لما الناس قالت قاطعوا اكو اللي اعترضوا وقالوا طيب احنا ليش نقاطع؟ علما نجيب البديل. طيب مهياتها قدامكم، اصواتكم ما تروح مثل ما انتم تريدون، الناس شو وقت تفهم؟ اخوي هاي شوف اقول لك ابو جاسم، خلنا خدمك هاي كلها مسرحيه. شوف خلنا حاكي نفسي تظهر لزقة. شوف أبو جاسم أنت وياي، وياك أبو جاسم وياك، إيه لزقة ذولا، لزقة ذولا ما يطلعون إلا بالقوة. إحنا زين هاي القسم ما يقدرون، ما مسدودين. يعني شوف أمريكا ويا إيران، إسرائيل ويا إيران، يعني كان شوف السيد الرئيس يعني شوف صدام حسين كان شلون الاحترام. طيب كان شلون الاحترام، لا إيراني يطلب لا سعودي يطلب. طيب فدولة دولة ذيولة لإيران وفيكة. شكرا شكرا يعني يا أبو علي، وصلت فكرتك سيد أبو علي من الناصرية، أشكر حضرتك للمشاركة. أبو ياسين من بغداد تفضل يا أبو ياسين. يا كهلك أخوي لأخنا صلاف الدين الوطن، أهلا وسهلا أخي. هلول قبل لا ينتخبهم دول لوقية، طبعا شفت بالانتخابات هواي لوقية يعني فوق ظيم بظلم، ولا خدمات لا زراعة لا مجاري، راح نقع صبعه وانتخبهم. نعم. هم قبل الانتخابات يحكون نعم هاي وحدة. اثنين اخي قبل الانتخابات هي ايران يعني شنو كيفهم هو من 2003 لحد هؤلاء جنود بيد امريكا الشغل الشطرنج، انت انت الخن، فهذا الشعب يهوش الوحدة. الصراحة من احتلال العراق من 2003 من لجان الاحتلال أنا ما انتخبت طبعاً. ليش ما انتخبت؟ يعني الناس المحيطة ليش ما انتخبت؟ لأن هذول إجوا على ظهر الدباب، هذول اللي خرج وهذا بوش اللي ضرب العراق سنة 60، هذول قال أنا شو انتخبهم؟ بس يا أخي هي المصيبة لا مقتدى ولا أمريكا ولا إيران، المصيبة بالشعب. التموت صار 18 سنة، يعني أنتوا لا زراعة لا صناعة لا جسور لا احترام للعراقي. سيد أبو ياسين يعني خلينا بس بنقطة مفوضية الانتخابات وحديث هؤلاء قبل الانتخابات عن أنه هذه النتائج ستعلن خلال 24 ساعة. يوم 10 صارت الانتخابات وإحنا اليوم 14/10، صار 4 أيام، وبعدها مفوضية الانتخابات تماطل بإعلان النتائج وتتأجل يوم بعد يوم. وكالعادة الموضوع صار مثل باقي الانتخابات، كلها عبارة عن تأجيل إلى أن تتم التوافقات. ليش؟ لأن مفوضية الانتخابات تقول بأن النتائج الحالية قابلة للتغيير. طيب هم طبعا يعتمدون بهذا الكلام على أساس أن هم بعدهم دي يفرزون أصوات، لكن احنا عندنا نتساءل، هي نسبة المشاركة ضعيفة، مين هاي الأصوات اللي بعدهم لحد هسه صار لهم 4 أيام دي يفرزون بيها؟ أدري يعني هي إذا العراقيين 85% مقاطعين، مين دي يجيبون هاي الأصوات؟ هذا كله تزوير، هذا يعني يعني قلت لك انا يمكن انتخبهم، انا اقول لك هاي وياهم الناس انتخبوهم، هاي اللي طوافق وهاي الناس اللي نايمه
الناس اللي تشمت السهم. بس هذا تزوير مثلا هذا ما فاز مقتدى انطمنيا ترى هو حتى مقتدى ترى ما عضو انتخابه مقتدى ترى انتخابته امريكا وايران مقتدى ترى ميت المجرم هذا هذا امريكا امريكا مرتاحت له نعم. هي وايران نعم. لان هو في هذا هو اول ادوه اللي بيحرك هو اللي جاي يسلش البلد سبحان الله يا أخي. طيب أشكر حضرتك سيد أبو ياسين من بغداد ويانا السيد وليد من الأنبار. تفضل يا وليد. فقدنا الاتصال مع السيد وليد. طبعا بالحديث عن الخبر اللي ذكرته قبل شوية وهو مفوضية الانتخابات قالت إن نتائج الانتخابات الحالية قابلة للتغيير ورفضت ما وصفتها بالضغوط التي تتعرض لها. طبعا مدير دائرة الإعلام في المفوضية حسن سالم قال إن نتائج الانتخابات قابلة للتغيير ويجب انتظار النتائج النهائية بعد حسم الطعون. وطبعا تستمر مفوضية الانتخابات بعدها بعملية العدوى والفرز اليدوي داخل المنطقة الخضراء في بغداد وتشمل آلاف المحطات الانتخابية. تقول إنها قررت إعادة فرزها يدويا لوجود مشاكل وصفتها بالفنية، وهم دوخوا العراقيين بعدم وجود أخطاء وخلل فني بالأجهزة وغيرها من هذه الأمور، ويرجعون طبعا إلى هذه المحاولات المفضوحة والمكشوفة اللي تكشف وتؤكد أن هذه الانتخابات ستأتي وفق ما ترتضيه هذه الأحزاب ووفق ما يرضي طموحها وتطلعاتها في المرحلة السياسية القادمة، لأنه طلعوا بفضيحة بالنتائج الأولية طبعا، وحتى أن كانت هذه النتائج هي أصلا مزورة، لكن مع هذا انفضحوا بأن الشعب العراقي رافض لهذه الميليشيات وهذه الأحزاب. السيد أبو عمر من الموصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك بالجاك الخصم؟ حياك الله، أهلا وسهلا. بارك الله بك. الله يحفظك. موقف الحكومة ولا لها أي علاقة الحكومة. الشعب هو مو مطر خلال سقط وهاي بس لا تقارن أبو عمر حتى نكون واقعيين. مصر ما تتقارن بوضع العراق. مصر ما كان بيها 100,000 ميليشيا موجودة تقاتل وتحمل السلاح. إحنا كثرة الأحزاب علينا كثرة العلام وكثرة كل الزود عندي يعني إلى متى هذا أنا يعني إلى متى؟ بس العراقيين اليوم يا أبو عمر أثبتوا كلمة أثبتوا شغلة، وإن كانت في نظر حضرتك ربما تطمح إلى المزيد من العراقيين، لكن مقاطعة الانتخابات هي خطوة من الخطوات الكبيرة والمؤثرة جدا واللي أثبتت وفضحت وجوه. والله أبو جات المقطع حسيت لما يخير من الألف من يحب اليوم هذا قالت ما بطاقة ما انتخابات ولا وقت انتخابات ولا أصلاً بيها ولا رايح ولا جاي. نعم. ما حد يجي على البلد يرقم في البلد. مستحيل. طيب. مستحيل يعني ما ميليشيات. نعم. السيد أبو عمر أشكر حضرتك. وطبعا كانت هناك مشكلة أيضا بالاتصال بسبب سوء أو رداءة الشبكة، لكن يعني فهمت جزء من حديث حضرتك. عندنا رسالة من أحد المشاركين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولقناتكم البطلة صوت الشعب. ما تسمى هذه المهزلة الانتخابية؟ يقول نحن مقاطعون لها منذ عام 2003 لأن العراق محتل من قبل إيران، وإيران هي الحاكمة في العراق، وكل السياسيين من أصغر سياسي إلى أكبر واحد بهم مجرد موظفين لدى الاحتلال الإيراني لتدمير العراق ونهب خيراته، ولكن الثورة قادمة لسحق هذه الأحزاب والميليشيات وتخليص العراق من هذه الشلة الفاسدة مثل ما وصفهم. هذا السؤال الذي أيضا طرحناه اليوم في بداية الحلقة عن موضوع الثورة، ألم تصل رسائل العراقيين اليوم إلى البعض من ذهب وشارك في هذه الانتخابات من المقتنعين؟ طبعا نحن نتحدث عن جزئين في هذه الانتخابات، هناك جزء موالي منتمي إلى هذه الأحزاب باع صوته بالمال، يعني تم جره بشكل أو بآخر، لكن هناك من هو ذهب عن قناعة، فئة قليلة جدا نظرا لأن نسبة المقاطعة هي العظمى وأكثر من 85% مقاطعة، لكن
النسبة التي شاركت من بعض العراقيين المقتنعين، ألا تدل هذه الفضائح اليوم التي نشهدها في هذه الانتخابات كالعادة كما سابقاتها أن لا حل في العراق إلا عن طريق ثورة تزيح هؤلاء؟ ألم يعي العراقيون المشاركين أو المشاركون في هذه الانتخابات أن هذه مجرد لعبة سياسية ستحسم نتائجها لصالح هذه الأحزاب وفق توافقات، وأن أصوات هؤلاء الذين ذهبوا لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم ذهبت هباء منثورا، لأنه في النهاية الأحزاب هي التي ستسير الوضع، والتوافقات الدولية والتدخل الإيراني كما قاآني جاء إلى بغداد، وكل هذه الأمور ستحسم، والمواطن العراقي صوته غير مهم سواء حضر أو غاب، لأنه بالنهاية يتم التلاعب بالنتائج وفق رغبات هذه الأحزاب. السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ محمد، بالنسبة للانتخابات، نعم، أفرزت هذه الانتخابات حقيقة الشعب العراقي، لأنه الشعب العراقي هو من الأساس رافق لهذه العملية السياسية. نعم. والحمد لله للانتخابات أعطت صورة للعالم أجمع بأن العراقيين كل مكوناتهم هم ما موافقين على هذه الطبقة السياسية اللي حكمت البلد واللي دمرت البلد من 2003 لحد هذا اليوم، والعراقيين أثبتوا بأنهم ولائهم لبلدهم والوطنهم. وبالنسبة للذيول والميليشيات اللي خسرت والله فضحهم بهاي الانتخابات، هم لا وجود، ما لهم وجود بهذا البلد. فاحنا جاي نشوف يعني الميليشيات، وبعد ما نجي قاعاني بعد ما انكسرت شوكتهم بالانتخابات وافرض بانه يعني خسروا لا محال، فارادوا يتلاحقون على نفسهم، ارسلوا قاعاني حتى يعالج المشكله مال الخساره مالته. فشوف اليوم هم جاي يضغطون على المفوضيه العليا للانتخابات، وشوف انت المفوضيه مع كل الاسف يعني جاي تخضع الضغوطات. هاي اسمها المفوضيه المستقله بين قوسين، هاي على اساس مفوضيه مستقله وده تتاثر بهذه الضغوط، وهي اصلا تشكيل احزاب. بالفعل استاذ محمد، يجيك واحد يقول لك يا ابي انت ليش ما رحت للانتخابات؟ اي هذه الانتخابات ممكن تغير. احنا من ما رحنا لانه احنا مؤمنين بانه هذه الانتخابات ما تجلب غير الفاسدين، وهم نفس الاشكال ونفس الاحزاب هي باقيه. ليش؟ لانه انت ما عندك قانون احزاب استاذ محمد، ما عندنا قانون احزاب اللي تحدد مثلا الحزب الفلاني هو اللي يفوز حتى على مود انت متروح بانه اكو حزبين ترشح واحد يستلم الحكومه واحد معارض. هذه كل الدول موجوده. اثنين، انت حتى لو رحت الاحزاب ماكو يعني عندك بانه مقتنع بانه الكتله الاكبر هي اللي تشكل، راح نفسيتها راح تخضع للتوافقيه والمحاصصات بيناتهم. وهذا الشيء الاخر والمهم، احنا من ما رحنا للانتخابات لانه نعرف كل زين الانتخابات ما راح تجيب يعني شخص عراقي من خلال هاي الانتخابات هو اللي راح يتحكم بسياده البلد، راح يتنصب من قبل دول اقليميه هي اللي تتحكم. فهذه هي الظروف اللي خلتنا ما نشارك بالانتخابات. من المفارقات استاذ محمد، قبل لا المفارقات ولو عندك اتصال، المفارقات اللي بين اليوم. نعم تفضل تفضل استاذ محمد، تفضل تفضل يمك. المفارقات بين لبنان والعراق، اي اليوم اللبنانيين اي جاي تضغط على المحقق العام حتى يغير
الشهادة مالته والاستجوابات السياسيين. اي فشوف بتكون على الديمقراطية العليا ها الانتخابات. يعني تقصد سيد عبد الرزاق انه هي نفس الادوات الايرانيه تستخدم نفس الاسلوب حتى تغير وتزور بالحقيقه. بالفعل. اشكر حضرتك سيد عبد الرزاق، من باب الاعتذار منك لدينا اتصالات. ويانا سيد ابو سلطان من الانبار، او سلطان، تفضل يا سلطان. شلونك حجي؟ حياك الله. ماني واضح؟ اسمعك. أنا ما حافظ أنبار، دائما أشوفكم يعني تقولون الناس ويعني معاناة الناس. أي. بس مرة يعني ما مرة شفت إحنا عندنا بالأنبار هاي. بالأنبار عندنا راحة ومنتسبين يعني ويا خدم تنظيم داعش، ولا مرة شفت يعني أنتم تجيبون طاريهم حتى مثل يعني حتى منو بالضبط تقصد؟ هواية منتسبين أو أبو صوفية ومخاتير. يعني أنا عندي أخوي مودي ما نعرف وين. شنو تقصد يعني على المغيبين؟ إحنا ما نجيب طاريهم. أقصد لك اللي أنتم مغيبين أهل فلسطين المناطق اللي خذوهم سوريا ما نعرف وين منتسب. نعم. انت تقصد يعني احنا ما جبنا طاري هؤلاء اللي تتفضل تتكلم عنهم. من اتابع طيب انا هسه حجاوبك على هاي النقطه يا سيد سلطان، بس اريد منك تعليق على موضوع حلقتنا لهذا الاسبوع اذا تفضلت. عندك تعليق على الانتخابات بالعراق؟ فقدنا الاتصال. طبعا يبدو سيد سلطان يعني غير متابع بشكل جيد لقناة الرافدين. من أولويات أو الملفات الأساسية التي تطرح في قناة الرافدين في برامجها، نشراتها الإخبارية، البرامج التفاعلية الحوارية وغيرها، هي قضية المغيبين وملف المغيبين في العراق، إن كانوا في فترة داعش، إن كانوا قبل فترة داعش، منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003 ولغاية هذه اللحظة التي نتحدث فيها، من أولويات ومن أهم الملفات التي تطرح في قناة الرافدين وعلى تعتبر من أوائل الملفات، وهو ملف المغيبين قسريا في العراق والمفقودين. ودائما ما طرحنا في برامجنا التفاعلية وفي النشرات الإخبارية والحوارات مع ضيوف هذه المواضيع لأهميتها نظرا لحجم المصائب التي جاءت بسبب التغييب، ونظرا لخطورة هذا الملف، بحيث أن تتحدث هيومن رايتس ووتش ومنظمة الصليب الأحمر الدولية عن وجود من 250 ألف إلى مليون شخص مفقود في العراق منذ عام 2003 ولغاية هذه اللحظة، رقم مخيف. وبالتالي نحن نتحدث دائما عن هذا الملف. أشكرك يا سلطان. علاء من البصرة، تفضل يا علاء. نعم. لك وللكابر رب يحفظك إن شاء الله. الله يسلمك، حياك الله. الله يسلمك. والله يا أخي أنت تتكلم عن الدور العربي، الدور العربي وش قدم لنا؟ لا أنا ما تكلمت اليوم عن الدور العربي، لا. عبد الكريم تبنى عبد الكريم قاسم وجمال عبد الناصر العراق. سيد علاء يعني سيد علاء على كيفك. أول شيء استهدى بالله، أول موضوع اليوم أصلاً مو عن الدور العربي ولا إلي علاقة بالدور العربي. أنا اليوم موضوعي عن الانتخابات في العراق، كيف تابعت هذه الانتخابات خاصة في ظل أنها مزورة أولاً ونسبة مقاطعة كبيرة والميليشيات تضغط على مفوضية الانتخابات لتغيير النتائج. شنو رأيك بهذا الكلام؟ مش عليها بالدور العربي يعني. بالنسبة للانتخابات ما تعرف هسه هي مزورة أو مو مزورة، بصراحة أقول لك إياها. وبالنسبة للميليشيات، هي ميليشيات وباقي الأحزاب السنية والشيعية الكردية، هي تابعة لدول الجوار بصراحة أقول لك إياها. وإذا تريد عندك إياهم دولة دولة، وخاصة دول الجوار. أي. ويعني ما تعرف يعني العراق هو مقترف من قبل دول الجوار. يعني هذا قاطاني يجي للعراق شو يسوي يلعب دومنا يعني. أي. احنا المشكلة سؤالي لحضرتك سيد علاء، ما تعتقد انه هاي الانتخابات فيها تزوير؟ والله بصراحة اقول لك اياها ما ندري، يعني ما ندري
طيب انا حنطيك كم معلومه، حنطيك كم معلومه، وانت انسان عاقل وفاهم وحتحلل هذا الكلام. مفوضيه الانتخابات تقول نسبه المشاركه اكثر من 40%، تمام؟ الامم المتحده المشرفه على الانتخابات تقول هذه النسبه كانت نسبه المشاركه مخيبه للامال، يعني قليله. طيب وكاله رويترز الدوليه المعنيه بمتابعه الاخبار وغيرها وتوثيق الحقائق قالت بأن هذه النسبة، نسبة المشاركة، أقل نسبة مشاركة في تاريخ العراق منذ 2003 لغاية اليوم. هل معنى هذا الكلام أن هاي الانتخابات كانت بها نسبة مشاركة كبيرة مثل ما تقول المفوضية؟ بالإضافة إلى هذا الكلام، مفوضية الانتخابات لما رفعت تقريرها لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اعترضوا وقالوا هاي مو الحقيقة، مو هاي النتائج، الناس كانت مقاطعة للانتخابات. بعدك تعتقد انه هاي الانتخابات ما تم تزويرها؟ بالنسبه للمقاطعه موجوده، 75% مقاطعين للانتخابات، وبالنسبه للامم المتحده واوروبا، أي. هو دمرنا من الامريكا والامم المتحده واوروبا، يعني كلامه صحيح. اول هم يريدوا يخلصون من اللاجئين، فاجوا شافوا على الانتخابات، مقاطعه موجوده اللي انتخبوا يعني قليل، يعني نسبة قليلة. بس المشكلة نعم، إذا نسبة المشاركة قليلة، شلون مفوضية الانتخابات نعم. تقول أكو 9 ملايين واحد راح انتخب، مين جابت هذا الرقم؟ هي المفوضية الانتخابية هي مخترقة، هي عبارة عن محاصصة بصراحة. يعني هسه أنت ما تروح موظف بسفارة إذا ما تابع الجهة، ما تابع الحزب، بصراحة أقول لك إياها. طيب بهاي الحالة، هل يمكن ضمان بهاي الحالة، هل يمكن ضمان نزاهة عمل مفوضية الانتخابات؟ نعم، هل يمكن ضمان نزاهة عمل مفوضية الانتخابات في ظل اللي حضرتك تفضلت به؟ والله أبو جاسم بصراحة أقول لك إياها، ما دام هي الانتخابات ضد الأحزاب احنا وياها بصراحة. الشعب فاقد الثقة بهاي الأحزاب. طيب بس اللي فاز، بحسب من 2003 لهذا اليوم ما جاب عرق، بس البؤس والجوع فقط. تمام صحيح، بس اللي فاز في هاي الانتخابات بحسب النتائج هي الأحزاب، يعني ما فاز لك واحد وطني مستقل جاي وحده. لا كنت ابو جاسم كنت تيار الضيق مدري العريض، عذرا هاي الكلمه، جاب مقعدي يعني. بس منو فاز بحسب النتائج الاوليه؟ تيار الصدري وورا تحالف الحلبوسي، هو نفس الفاسدين، يعني شنو اللي تغير؟ كلهم بصراحه. انا بالنسبه لي ابو جاسم اذا استنقذ الحلبوسي او استنقذ البرزاني وأوشارون أنا أطلع باطل، فأنا أحكي عليهم كلهم، أنا ما عندي خط أحمر وخط أخضر. تمام. هذول كلهم فاسدين، كلهم شاركوا بالكعكة، والتيار بالأمس كان يسمي الثغرات جوكرية، اليوم أي. الولائيين يسمونه بالأمريكي، ويعني يا سبحان الله الدنيا تكرر. نعم. الشعب العراقي طلع من عنده نسبة قليلة راح انتخب. قسم من التشرين وقسم من السائرون وقسم من الحلبوسي وقسم أكراد. أيوة. لكن الشعب العراقي لو طالع وشايف جماعة من تشرين كان طير المعادلة. بس هي المشكلة احنا ما عندنا ثقة بهاي الأحزاب. يقولون ليش ما يطلع الشعب أن يغير شي، غير مئات الشهداء. نعم. وأنا بالاستخبارات يعذبوا بأنواع التعذيب، شي غير هي. نعم. الأمريكا أمريكا خلت درس من العراقيين، لا تريد تغيير ولا العلاقة، بس تدخلوا بشؤون العراق. هي وتركيا وقطر والسعودية والخامنائي يقول لي ما عندهم هدف. طيب. وتحياتي لك وسامعني على الطالع. شكرا لك يا علاء من البصرة، أشكر حضرتك. هذه الانتخابات لم تفرز جديد، ومن كان يروج للانتخاب الأصلح جاء لكم أحد أعمدة العملية السياسية منذ الاحتلال لغاية اليوم. فلا تغيير في العراق في ظل وجود نفس الأحزاب، لأنه حتى الوطني الشريف إذا شارك مع هؤلاء سيقصى، لأنها ستكون مرتبة وفق أهوائهم ورغباتهم والتدخلات الدولية. وبالتالي هذا الكلام حذرنا منه سابقا كثيرا، وطبعا الحمد لله المقاطعة أثبتت أن العراقيين واعون جيدا لحقائق الأمور ومدركون أن لا تغيير في ظل وجود هذه الطبقة الفاسدة. أبو ياسين من ديالة تفضل، حياك الله. حياك الله محمد، حياك المحترمين. الله يسلمك. أخ أبو سلطان، من تتحدث أنت مو تحارج الرافدين، الرافدين هي مو أول ولا آخرين، الأول من يومها تتحدث عن المغيبين وعن السجون، لكن أنت روح اسأل نفسك
اللي طلعت 27% تنتخبون هاي الناس الفاسده. انت لو حاجز ذول اللي انتخبتوهم الحلبوسي. طيب اعبرنا هاي النقطه ابو ياسين. نعم عبرناها. تفضل. محمد اي انا اختلف وياك، اي واحد عنده حس وطني ما يتقرب على هاي الواته، فكل واحد راح وما عنده ولا الوطن ولا عنده وطنيه. اما مسرحيه التصريحات الكاظمي هو جاب كتاب مدور حساب دابا من امريكا تصيب رئيس المخابرات. طيب. بعدين فكسوا بي بعد الخطوا فشلوا فظلوا ساكتين، هو مدور. مال الاحداث ما يتحدث عنها حياد علاوي مال التغيير واضح. شلون تشوف ابو ياسين شلون تشوف شكل المرحله القادمه بالعراق في ظل فوز الصدر بحسب ما اعلنت مفوضيه الانتخابات وهو اللي حيشكل الحكومه وبعدين حيسوون تحالفات داخل البرلمان؟ يعني ما راح يتغير شيء ابد غير بس منه اللي استلم المنصب. شلون تشوف شكل المرحله القادمه؟ محمد شوف هم عرفوا نفسهم الشعب ناقم عنهم فجرموا بهاي الجرائم ما تسين. موضوع مقتدى الصدر اللي هو بطل فيلم بطل المسرحيه هو راح يقتل ان شاء الله. لانه هو طلب دعم دولي بتصريح بالخطاب ماله يقول انا احب السفارات ما معناته ما يقصد بالعربيه يقصد بالاسرائيليه والامريكيه حتى يحمونه. فهذا الشغله بيناتهم محمد ان شاء الله بس في ما بينهم. هم مدورين كل يوم يقول احنا نظافه ونزاف كذا. اليوم ايش معنى التحالف الشيعي قام ينظر ويقول تزوير واحتيالات وهو الحقيقه. فهذا ما في دوله ولا تشكيل حكومه خذها من عندي هاني. ما يشكل حكومه ما طول هم بيناتهم تضربوا بالتصريحات بعدين راح يصير السلاح بعدين ابو علي العسكري والحامل والخزعلي طلبوا يتعسكرون الميليشيات عندهم خطه عندهم هجوم على انفسهم. طيب. فان شاء الله بس في بينهم وهذا تسجيل واضح لا صدر ولا صدر هذول كلهم فاشلين. نعم. سيد ابو ياسين من الدياره اشكر حضرتك للمشاركه ويانا السيد ابو علي من الرمادي. تفضل يا ابو علي. السلام عليكم حبيبي استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. تصحيح ابو علي من بغداد. من بغداد والنعم منك، حياك. يا الله يا ربي حفظك. الله يسلمك، حياك. بالنسبه للانتخابات هي اليوم الكل يعني نشوف التنظيم والكل مشغول. شلون بس عفوا لين صوت يقطع شويه. يعني الانتخابات قبل الثلاث حكم في العراق. يعني مدى للامانه مدى اسمع منك. شبيه الانتخابات مرة أخرى لو تكرمت، غير مكانك إذا تقدر أبو علي. حبيبي يعني بدي أحكي لك على المفوضية. مفوضية الانتخابات. طيب، سيد أبو علي، سيد أبو علي. يعني حقطع الاتصال ويا حضرتك، وأتمنى من الأخوة بالكنترول يخابروك حتى نفهم شنو اللي تريد تقوله. لأن الصوت غير واضح، أتمنى منك بس تغير مكانك إذا تقدر، لأن الصوت سيء للغاية. شكراً يا أبو علي. شكرا. لا نسد ونخابرك لان ما افهم منك اي شيء بصراحه. عندنا رساله من الحاجه من بغداد تقول: السلام عليكم. ربع الهالكي والعامري ما حد انتخبهم لان العالم كشفت حقيقتهم. بعدين اجاهم قاآني الايراني انطاهم مقاعد عود فازوا. وكل اللي راح للانتخابات وصخ نفسه. واللي عندنا شلون مفوضيه هي للاحزاب، اللي يخسر ينطوه مقاعد، هاي مفوضيه مال احزاب. عندنا صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية قالت بأن العراقيين يدفعون ثمن انتخابات فرضت عليهم منذ العام 2003. وأضافت الصحيفة أن هناك قوتين أجنبيتين تصنعان الرؤساء في العراق وتقرران من سيجلس على كرسي رئاسة الوزراء، في إشارة طبعا إلى أمريكا وإيران. تضيف الصحيفة أنه رغم الإقبال الشعبي المنخفض بوضوح في الانتخابات الأخيرة إلا أنه سيتم تشكيل حكومة ائتلافية حيث ستقوم الكتل ذات العدد الأكبر من المقاعد بتقسيم الغنائم فيما بينها. هاي الواشنطن بوست. طيب الفاينانشال تايمز الأمريكية ماذا تقول؟ تقول إن انخفاض معدل الإقبال على صناديق الاقتراع في العراق يؤكد أن الاحتجاجات الجماهيرية حلت محل التصويت كوسيلة للشكوى من عجز الدولة الغنية بالنفط عن توفير الكهرباء أو المياه النظيفة أو الصحة أو التعليم. جزئية الكهرباء سريعاً، تم إمداد العراق بالكهرباء طيلة فترة الانتخاب
وقبلها ببضعة أيام، وبعد أن انتهت الانتخابات بشهادة شهود من داخل بغداد وغيرها من المحافظات، تم إعادة الوضع إلى ما كان عليه من سوء، وبدأت الكهرباء بالاختفاء إلى أن عاد الوضع على ما كان عليه. إذن لديهم القدرة على إعطائكم الكهرباء، لكنهم لا يريدون ذلك، ويستغلون هذه الأوقات لإشعاركم بأنهم هم الذين يعيدون الكهرباء، انتخبونا وسنعيد لكم الكهرباء بعد أن شاركتم في الانتخابات. للبعض طبعا أتحدث، هذه الفئة القليلة المنتفعة وغير المنتفعة ممن شاركوا، عادوا وقطعوا الكهرباء عن العراقيين، والآن يعاني المواطن مرة أخرى. معنا اتصال. طيب إذن وصلنا إلى ختام. طبعا أنا أشكر السيد أبو علي وأتمنى أن يشارك معنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.